سنتحدث أكثر عن ما يحدث في الأسواق العالمية مع السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. قبل أن نتحدث عن خلفيات ما حدث في وول ستريت، سوق الأسهم الأمريكية في 24 ساعة يفقد أكثر من تريليون دولار، هل تتوقعون استمرار هذا النزيف بنفس الحدة على المدى القصير؟ بمثل هذا الهبوط الذي شهدناه خلال تعاملات يوم أمس وتعاملات اليوم، أيضا من المتوقع أن يستمر الموجة الهابطة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، حيث أنه كانت مسيرة الارتفاعات كبيرة وطويلة نسبيا. الآن عملية التصحيح قد تكون أكثر ضغطا بالاتجاه البيعي، خصوصا أنه في عنا عمليات ستوب آوت ممكن تحدث بشكل أكبر مع مزيد من التراجعات، وذلك يزيد من عمليات البيع الذي يضغط بالاتجاه الهابط. وهنا يعني نتوقع إمكانية الهبوط أكثر. إذا بنقول مستويات عنا داو جونز ممكن يهبط إلى 22 ألف وما دون، وصولا إلى مستويات 21 ألف. أما S&P 500 فأيضا المزيد من الهبوط بحوالي 500 نقطة لاتجاه الهبوط. طيب، في ظل هذه التوقعات رائد، هل وضعتنا في حجم الخطر الذي تواجهه الأسواق العالمية والناشئة أيضا أمام تسونامي البيع هذا إذا صح التعبير؟ حقيقة الأسواق الأمريكية ليدر بموضوع يعني الفير أو الخوف. إذا كان هناك هبوط وعمليات بيع مكثفة في الأسواق الأمريكية، نرى ذلك في الأسواق الأسيوية تالي يوم وفي أيضا الأسواق الأوروبية، وإمكانية استمرار هذا الضغوط بالاتجاه الهابط ممكن أن تسبب عنا نوع من العزوف المستثمرين عن المخاطرة، وهبوط حاد في أسواق الأسهم يعني يرجع سلبا أيضا على أداء الشركات في الفترة القادمة، وبالتالي يحتاج إلى تدخلات من البنوك المركزية لدعم الأسواق مجددا أو للتخفيف من السياسة التشددية والتشديد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لترك المجال لمزيد من الأريحية بالنسبة لأسواق الأسهم لتواصل عودة الارتفاع. شاهدنا في الفترة الماضية، أشرت إلى أن احنا في الفترة الماضية شاهدنا ارتفاعات قياسية لغالبية الأسواق خاصة في وول ستريت أو داو جونز، لكن لم يكن أحد يتوقع هذا الانهيار المفاجئ. ما السبب وراء ذلك برأيك؟ حقيقة هي عملية تغير في الثقة، تغير في ثقة المستثمرين في لحظة. ممكن أن يكون في عندنا نحن عمليات بيع تمت خلال الفترة الماضية أو خلال اليومين الماضيين بنتيجة أنه رؤية مستقبلية أو عدم وضوح المستقبل بالنسبة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تحسن سوق العمل وفي ظل الارتفاعات الكبيرة مع وجود تشديد السياسة النقدية. يأتي الآن الأثر العكسي، ارتفاع وقوة الدولار الأمريكي تسبب ضعف في أسواق الأسهم، وبالتالي عملية سنوبول أو كرة الثلج هذه التي يعني تجر الكثير من المتداولين إلى الاتجاه البيعي، وعمليات سيل أوف خروجا من عملية المخاطرة، ووجود أيضا مقياس تذبذب عند أعلى مستوياته، بالتالي أيضا وجود ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية كان سببا وراء ذلك. من جهة أخرى، هذا الانهيار أو هذه الهزة في وول ستريت تزامنت سيد رائد مع تصريح لألان غرينسبان رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبق، قال أنه يرى فقاعتين في سوق الأسهم وسوق السندات بأمريكا أو في الولايات المتحدة. باعتقادك، هل كان هذا الشخص، وهو شخص مهم يراه البعض أهم من رئيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو صاحب ثاني أطول مدة يعني تولاها في رئاسة الفدرالي الأمريكي، بالتالي هل تعتقد تصريح هذا الشخص كان سبب في تأجيج هذه المخاوف؟ طبعا بلا شك مثل هذه التصريحات هي دليل على أن هناك رؤية واضحة لوجود هذه الفجوة ما بين القيمة الدفترية وما بين القيمة السوقية لأسواق الأسهم اللي نحن عم نلاحظها يعني من عامين تقريبا. ارتفاعات أسواق الأسهم لا تنعكسها حقيقة القيمة الدفترية أو القيمة الحقيقية لأسواق للشركات لأداء الشركات، وبالتالي هذه الفجوة أو هذه الفقاعة كان لابد من أن يعني أن تظهر معالم الانعكاس وانفجار هذه الفقاعة بهذه الطريقة. قد يكون أحد هذا التصريح أحد الأسباب، ولكن العديد من المستثمرين كانوا يتخوفون من إمكانية الهبوط الحاد، لأنه رح يحدث نتيجة هذا الهبوط بانيك وذعر لدى المستثمرين إجمالا ينعكس في قراءة مؤشر فيكس. باختصار، هل الفقاعة انفجرت في سوق العملات الرقمية برأيك؟ إلى حد ما بمثل هذه التراجعات الحادة ممكن أن نرى هذه انفجار الفقاعة، وبالتالي نحتاج رؤية أسواق اليوم أيضا كيف تستفتتح في الولايات المتحدة الأمريكية لنواصل مزيد من التراجع أو الهبوط أو عودة، وبالتالي يكون تصحيح محدود حاد ولكن محدود في فترة مؤقتة.
السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا.